مش حاجه بالفعل، عشان كده احنا نسلوه معاه في العيد. طب ايه رايك بقى في الكلام اللي اتقال الفتره اللي فاتت دي؟ مش حاجه جديده، مش حاجه حصلت زي كده. طب انت راجل، انت راجل من ذوي الهمم، يعني في الاربع سنين اللي فاتت دول في حاجه اختلفت معاك او الوضع؟ اختلاف، اختلاف كتير. انا بقى ما كانش ليا قانون، ما كانش ليا مدافع، ما كانش ليا حاجات كتير تتعمل في المدرسه في الايام اللي حصل احنا فيها. انا بقول لك من زمان الدول الاوروبيه اللي بتشوفوا دول بيسموه جهاز، بتشوف الحاجات دي بدانا النهارده يعمل لنا حاجات زي دي وبداوا يتكلموا عننا. ما كانش ليا مدافع في البرلمان، قال لنا 8 في البرلمان تمام، قال لنا 8 في البرلمان بيتكلموا باسمنا. المحلات الجايه في مجموعه بقى ترشح مننا، بقى لنا كلام في البلد، كان الاول ما فيش الكلام ده خالص.